طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. رجعت لكم من جديد، أنا سامي البيروتي، أهلا فيكم في حلقة عيادتكم المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد للخميس الساعة 1 الظهر. لو حاب تسمع حلقتنا لليوم، تسمع موضوعنا، راح تتواصل معنا وتسمعنا من خلال الابليكيشن الخاص بألف ألف أف أم في الأب ستور أو بلاي ستور، أو راح تزور موقعنا مباشرة على www.alifalifafm.com. لمناقشتنا في الموضوع، طرح أي سؤال أو استفسار في موضوع اليوم وحابة تتواصل معنا، تواصل معنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-217-85-85، أو شاركنا عبر الاسم اس على STC 85-10-40 موبايلي 663-1 وزين 70-13-13. توقعت اني بعد اجازه الاسبوع حنسى الارقام، بس الحمد لله ما نسيتها، كويس. طيب تمام، طبعا زي ما عودناكم دائما في كل يوم احد، وكنا دائما حلقتنا طبابه الف تكون بعياده برعايه مجمع عيادات عياده في مدينه جده، تكون حلقه مميزه، بالاضافه لانه فيها سؤال الحلقه، وسؤال الحلقه بيعطيكم الفرصه لانكم تدخلوا في السحب لخمس جوائز مقدمه من مجمع عيادات عيادتي. ركزوا في الحلقة كويس عشان تعرفوا تجاوبوا على السؤال وتسمعوا أكيد سؤالنا لليوم. بما أنه إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم، الله يبلغنا وإياكم الشهر الكريم بصحة وسلامة، فزي ما كلنا عارفين أنه هو يعود علينا بفوائد صحية على جسم الإنسان بشكل عام، بس عشان نحقق هذه الفوائد لازم نتبع أسس الغذائية الصحيحة. كيف الأسس التغذية السليمة أو أسس التغذية الصحيحة؟ إنه كيف طريقة الأكل في رمضان؟ كم وجبة لازم نأكل؟ إحنا نعرف لازم نفطر ونتسحر، بس يعني لو نحافظ على جسم سليم، كم وجبة لازم نأكل؟ كمية السوائل لازم نشربها في رمضان، وكمان الحلويات، لأن ما شاء الله بنبدع في رمضان. تفاصيل كثيرة في موضوعنا اليوم راح نتعرف عليها من خلال الدكتورة داليا سمان، أخصائية التغذية العلاجية في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. مساء الخير دكتورة. اهلا، يا هلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله، بما انه من بدري كل عام بخير دكتوره. بس حابه انك تقربي شوي على المايك عشان اول تقربوا لها المايك شوي. تمام، حلو. بما انه احنا دخلنا على شهر رمضان ان شاء الله على خير ان شاء الله، فحلو الواحد فعلا يكون عنده خلفيه كامله عن طريقه الاكل في رمضان. احنا متعودين نفطر ونتسحر وما شاء الله الاخضر واليابس، فحلو التنظيم، حلو انه كل واحد يحقق هدف في رمضان، خاصه لو كان حاط في باله. يعني لسه كنا نتكلم قبل الهواء في موضوع انه كل واحد حلو يكون عنده هدف. فطريقه الاكل في رمضان بشكل عام دكتوره، اعطينا فكره كده عنه. اول حاجه في رمضان اغلب الناس وزنها بيزيد غالباً بسبب إنه طبعاً بيكون في حلويات، في عزائم، تكثر العزائم، نادراً ما بتلاقي على الفطور في أصناف يعني صحية زي خضار سلطة. دائماً بتلاقي سبوسة مقلية، أشياء في الفرن، أشياء مدهنة، طبعاً كلها حلويات وكذا. فلهذا السبب طبعاً بيصير زيادة الوزن، لازم يكون الفطور متكامل، يكون يعني الواحد يتحرك في رمضان، يقلل من العزائم على قد ما يقدر، يقلل من المجاملات يعني في الحلويات، في الأشياء المقلية، ويستخدم طبعاً الأشياء اللي فيها زيوت قليل. حلو. بشكل عام طيب، تحس إنه هذه الثقافة صارت شوية موجودة أكثر الآن دكتورة، إنه صار فعلاً الناس ممكن تصير تهتم أكثر في نوعية الغذاء اللي بيكون في الفطور والسحور؟ أيوه أكيد، الحين زادت كثرة الناس الاهتمام. اللي بتتكلم والناس صارت بتهتم، بما إنه أصلاً كمان مؤشر السمنة صار عالي، خاصة الناس صارت بتهتم. طيب حلو فعلا. طب بالنسبة للوجبات، لما نفكر في رمضان على طول حيجي في مخنا أنه فطور سحور. أيوه. بس بطريقة ثانية، يعني لو كنا فعلا بنحافظ على جسمنا بطريقة سليمة وأوصل العيد وأنا جسمي لسه مرتب وحلو. أيوه. إلى آخره، هذا الهدف في النهاية أكيد. فكيف ممكن أقسم وجباتي صح في رمضان؟ أول حاجة في رمضان مو بس فطور وسحور. حلو. ومو بس فطور وسحور وبينها أجلس طول الوقت. أيوة. لازم يكون في 4 وجبات 5 وجبات مقسمة، يعني من وقت الفطور إلى وقت السحور نقسمها كل 3 ساعات. أول حاجة طبعا وقت الفطور 3 حبات تمر وموية، بعدين الواحد يقوم يصلي المغرب. تمام. يرجع للفطور الرئيسي بعد صلاة المغرب، يأكل ممكن يعني
هذا حيكون في السؤال اللي بعده نتكلم فيه التفصيل شو يكون في الفطور. ناكل في الوجبة نفسها. أيوة إيش ممكن ناكل في الفطور؟ حلو. بعدين يكون في بعد السحور يكون الواحد مو بعد السحور بعد صلاة التراويح يكون الواحد يرجع البيت يأكل فواكه يأكل برضه حنتكلم عنها بالتفصيل. بعدين كده على 12 واحدة ونص كده قبل السحور يأخذ حاجة مرة خفيفة بحيث إنه ما يفضل طول اليوم جيعان. وخلاص يعني يركز أكتر شيء على السحور والفطور وبرضه يأكل في السحور برضه حنتكلم إيش في خيارات ممكن الواحد يأكلها في السحور. جميل جدا حلو رح نتفصل في هذه النقاط مستمعينا لكن بعد الفاصل. لكن قبل أن نطلع فاصل بما أننا نحن نتكلم عن التغذية بشكل عام فخليني أطرح عليكم سؤال حلقة لليوم عشان أعطيكم الفرصة أنكم تجاوبوا عليه. يقول السؤال أعطونا مثال على الكربوهيدرات في غذائكم. عنصر الكربوهيدرات موجود يعني كمية كبيرة أتوقع. أيوة اللي هي النشويات. بالضبط النشويات. فأعطونا مثال على النشويات. مثال واحد راح ترسلوا الإجابة اسمك ومنطقتك على أرقام الـ SMS على STC 85-1040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13 بإذن الله راح تدخل في السحب على 5 جوائز مقدمة من قسم التغذية تحديدا في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة ورقمهم 920-22-811 فاصل وراجعين. طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. يا أهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف لليوم مكملين موضوعنا عن نصائح للتغذية في شهر رمضان الكريم مع الدكتورة داليا سمان أخصائية التغذية العلاجية في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال الحلقة اللي ذكركم فيه مرة ثانية يقول أعطونا مثال على الكربوهيدرات اللي هي نشويات اللي في أكلكم. مثال واحد على الـ SMS جاوبوا اسمكم منطقتكم والإجابة بإذن الله تكون صحيحة على أرقامنا STC 85-1040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في عندنا أول إجابة على SMS ما شاء الله صحيحة ومعطي أكثر من مثال كمان وتحياتنا لي أكيد. وزي ما قلت لكم 5 جوائز مقدمة من قسم التغذية في مجمع عيادات عيادتي لا تفوتكم الجوائز. طب نرجع لموضوعنا من جديد دكتورة داليا. بالنسبة لي قبل أن نتفصل في موضوع الوجبات إيش لازم نأكل فيها كمان من الأشياء المهمة جدا في رمضان السوائل. كمية السوائل المفروض إحنا نحرص على تناولها وشربها في رمضان. كل شخص ما يعاني من مشاكل صحية سواء كلى قلب أي مشكلة صحية الدكتور نصح أن يشرب كمية ماء محددة هذا الأشخاص خلاص إنه راجع للدكتور. غير كده أي شخص لازم ما يشرب أقل من لتر ونص. أقل من لتر ونص. أقل من نص ونطر حتى مريض السكر مو أقل من لتر ونص. بس إحنا نتكلم عن الموية ما نتكلم عن العصيرات. أيوة هي السوائل. تحت مسمى الموية. أيوة. برضو العصيرات يعني يقدر يشرب منها بس برضو دائما تفضل إنها تكون الفريش. أنا بقول لك كده دائما ليه لأنه إحنا دائما لو طلعت الدكتورة التركيز في رمضان تلاقيه على العصائر فيها سكر كثير كمان تكون جاهزة وسريعة. طب حلو هذا بالنسبة للسوائل. بالنسبة لأكلنا لنوعية الغذاء الموجود العناصر اللي موجودة في وجبتنا إيش أهم الأشياء أو العناصر اللي تكون لازم موجودة في وجبتنا إن كان على الفطور الوجبات الخفيفة السناك والسحور. طيب أول حاجة بالنسبة لخيارات تكون في الفطور مو أكتر شيء السمبوسة طبعا مع أنه ما في حاجة تقول أنه في رمضان إحنا لازم نأكل سمبوسة بس خلاص صار يعني رمضان إيه خلاص صار رمضان صار سمبوسة مو مشكلة إذا الواحد بيأكل سمبوسة بس لازم تكون اللي محضرة بالفرن طبعا أكيد. يستخدموا غالبا جوا يعني يكون في دجاج أو مفرومة أو يعني هذا أي صنف بروتين يكون طبعا قليل الدهن. حلو. ممكن الشوربة طبعا في أنواع مختلفة من الشوربة شوفان خضار شوربة حب وإلى آخره طبعا دائما تكون محضرة عادي بهارات بس طبعا نفس ما قلنا تكون قليلة الدهن. ممكن لازم أهم حاجة يكون في سلطة يكون في خضار سواء كانت خضار اللي هي مثلا زي البروكلي وكذا تكون على جنب أو إنه يكون في سلطة. هدول الخيارين سواء كانوا مع بعض أو كل واحد لوحده برضو هذا خيار بس. حلو هذا بالنسبة للفطور. جميل. وفي حال أنا مثلا رحت صليت التراويح بعد التراويح حسيت أني جيعانة لأنه هذا الوقت دائما الواحد يحس فيه بالجوع. أيوه هذا الوقت صح أكثر الناس تحس فيه بالجوع هذا حتى غالبا الناس تبغى تشرب فيه قهوة فما في مشكلة إذا الواحد شرب قهوة أو مثلا شاهي وأخذ معاه مثلا على قد كف اليد مكسرات مثلا أخذ شوكولاتة داكنة اللي هي طبعا الشوكولاتة الداكنة 70% وفوق كل ما كانت نسبة الشوكولاتة فيها 70% وفوق تكون أحسن.
كمان طبعا الفواكه، لا ننسى الفواكه، هي احسن حلويات او حاجه فيها سكريات، لانها بتكون بسيطه وكويسه للصحه طبعا، وانتي اوكسيدنت، مضادات اكسده. وطبعا ممكن لبن زبادي، طبعا دائما يفضل تكون منتجات الالبان قليله الدسم للاشخاص اللي يبغوا ينزلوا وزنهم، لانه خاليه الدسم تكون مرت ببروسس كثيره، فممكن تكون فقدت اكثر العناصر الغذائيه يعني. جميل، حلو. طب بالنسبه للحلويات، بما انه ما شاء الله كمان الواحد بيشوف في رمضان احيانا فرصه لانه ياكل كل الحلويات اللي في خياله يعني، فكيف وين ممكن نركز؟ اوكي ناكل فواكه، هل نقدر مثلا نسوي احيانا حلويات تكون برضو قليله دسم، أو نتجه فين هنا؟ طيب بالنسبة للحلويات، طبعا أكتر شيء بيكون مشهور كنافة الجيمات وإلى آخره. طبعا هو هذه يعني حاول الواحد يتجنبها على قد ما يقدر، ويخليها بس في العزائم. حلو، يعني على قد ما يعني على حسب ما هو حابب يعني يجامل في العزومة يقدر ياخذ منها، بس زي ما قلنا غالبا نتوجه دائما للفواكه، للشوكولاتة الداكنة، للخيارات اللي تكون يعني أقل من الحلويات، لكن الحلويات مو أكثر من مرتين في الأسبوع. مو أكثر من مرتين. طب إيش رأيك في التصرف إنه الشخص بعد ما يفطر تقريبا ما يدي حتى نفسه مجال يقوم يتحلي على طول؟ هذا التصرف هل يعتبر؟ هو لأنه يكون تقل، هو يكون يبيهيد خلاص يبقى كل شيء. أيوة، هو غالبا لأنه بسبب إنه أكل كثير خلاص يعني حاسس إنه يبغى حلى، يبغى شيء بالضبط. فهو التخفيف يعني إنه يقسم الفطور ممكن على مرتين مثلا، أول ما يحس نفسه خلاص شبع يوقف ويكمل بعد التراويح. حلو، لأنه كده استغل يعني لما يحس لما يأكل وجبة متكاملة فعلا كده بدي الطريقة وحلو كده ما يقدر يقوم بعدها، هيكون مرة صعب عليه. أيوة، وما حيروح يصلي التراويح بالضبط. طب حلو، هذه بالنسبة لي الحلويات. طب موضوع إنه الواحد متى يمارس رياضة، و متى أروح أمشي، متى حخفف وزن، متى أسوي رياضة في رمضان، بعد الفطور، في الليل، قبل الفطور، أسئلة كثيرة أحياناً تراودنا يعني، فإيش هو الوقت المناسب للرياضة في رمضان؟ أوقات الرياضة في رمضان بتكون جداً محدودة. يعني أول حاجة، أهم حاجة، ممكن يكون قبل صلاة المغرب 45 دقيقة أو نص ساعة على حسب ما يتحمل. وكمان في نفس الوقت ما يعني ما يجبر نفسه، يعني لأنه غالباً يعني هو صايم، هذا الوقت بيكون فيه حرق الدهون كتير، فالشخص اللي بيحرق دهون 45 دقيقة قبل الفطور طبعا ما يجهد فيها نفسه ولا يوصل لنفسه لمرحلة يعني انه خلاص بيتعب ويحس بإعياء يعني. وطبعا بعد الفطور بساعتين بعد ما يفطر وبساعتين، وممكن يعني ها طبعا الناس اللي ما يكون عندهم مشاكل صحية قبل المغرب أكيد، وبعد الفجر ممكن بعد الفجر طبعا بيكون مر على السحور ساعتين، ممكن نفس الشيء 45 دقيقة نص ساعة بتكون كويسة. يعني ممكن الواحد يمارس الرياضة قبل الفطور. أيوة، بس طبعا لازم ينتبه لكمية السوائل، إنه يكون خلال اليوم بيشرب كمية سوائل مناسبة. تمام، بحيث إنه ما يعني ما يتعب هو بيسوي رياضة. حلو، جميل. في عندنا اتصال، قبل أن أخذ الاتصال خليني أقول لكم على أرقامنا، تقدر تواصلوا معنا أكيد وطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم على الدكتورة داليا سمان، أخصائية التغذية العلاجية في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. أرقامنا 012-61-61-100، 012-217-85-85. هذه بالنسبة لأرقامنا، ولو حابين أيضا أكيد راسلونا على SMS، راسلونا على SCC 85-1040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. نروح الاتصالات، معانا اتصال من أبو محمود. ألو، مساء الخير يا أبو محمود. السلام عليكم أختي سامية. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير ونعدينا عليكم بكل يا رب. يا هلا وسهلا يا أبو محمود، تفضل. الله يخليك. سؤال عام، من أولادنا الصغيرين في الصف الثالث وثاني بعدين يصوم مثلا، يعني إيه الوجبات اللي يأكلوها مثلا في الفطور بين الفطور ولا السحور كم الأعمال؟ بتشجعهم على يعني نقول ثالثة ابتدائي يعني 9 سنين مثلا كده. حلو، جميل. الثالثة ابتدائي تقريبا. 9 سنين 10 سنين. تمام، تحياتي لك يا ابو محمود، شكرا لك. تحياتي حضرتك ودائما بخير يا رب. وانت طيب، تسلم، شكرا لك. دكتورة داليا، فعلا الأطفال اللي أحيانا يكون في بداية يعني بداية صومهم ودحين حيبدأ يصوم ممكن، فكيف ممكن كمان طريقة تغذيتهم، هل ممكن تختلف أو إيش الأشياء لازم نحرص أنها تكون في وجبتهم؟ طبعا لأنه تقريبا تتكلم أنت عن عمر 12-13 سنة يعني، فغالبا يمكن حتى ما يقدر يصوم طول اليوم، فغالبا ما أعرف يعني، بس أنه أكثر الناس بتستخدم معهم أسلوب أنه أخليهم يصوموا من وقت محدد مثلا. فغالبا بيكون فطورهم لازم يكون يعني فيه له تقريبا زي مكافأة بسيطة لهم أنهم صاموا، أنه يلا ماما حتسوي مثلا فطور مرة ممتاز يعني ولذيذ ومرة
يعني يكونوا يحبوه يعني. طبعا زي ما قلنا نتجنب المقالي علشان هذا العمر بيكون زيادة الوزن فيه له سريعة بالنسبة للأطفال. طبعا يأكلوا أي مصدر بروتين بيأكلوا يكون فيه له دجاج أو لحم أو سمك. حلو. وممكن سمبوسة، ممكن خضار، ممكن فواكه، يعني الأشياء بشكل عام. أيوة الأشياء بشكل عام اللي هي صحية. حلو، نروح للاتصالات من جديد. معنا ياسر، مساء الخير يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك. الله يعطيك العافية. يعافيك يا ياسر، جزاك الله بالنور وبالسرور. يا هلا، تفضل. أشكركم على الموضوع الشيق صراحة. أنا أبغى أسأل الدكتورة في تفضل بالنسبة أفضل وقت في رمضان لعب الرياضة ووزنية ما بين الأكل وما بين الرياضة، أبقى يعني كيف حتكون الوزنية يعني بينهم، ووقت الرياضة متى حيكون يعني. أوكي تمام، حلو، تحياتي لك يا ياسر، شكرا لك. الوزنية أنا هنا ما فهمت. يمكن يقصد هو بيتكلم، هو أول شيء سأل متى أوقات الرياضة. أوقات الرياضة زي ما قلنا، إذا كان الشخص ما عنده أي مشاكل صحية بيشرب موية، حلو مزبوط، يعني بحيث إنه ما عنده جفاف ما عنده أي مشكلة، يقدر يسوي رياضة قبل المغرب. إذا كان هدفه إن هو يحرق الدهون بخمسة وأربعين دقيقة نص ساعة، ما يتعب نفسه فيها لدرجة إنه يحس بإعياء. حلو. الفجر تقريبا على ستة ونص كده سبعة ممكن. طبعا هذه كلها بتكون في جو مو شمس عشان لا يحس انه تعبان. طبعا هو على الاغلب مع جونا ما حيدوخ من النهايه كذا انا احس يعني. وممكن كمان بعد الفطور زي ما قلنا بساعتين. وممكن بعد صلاه التراويح، يعني بعد ما يرجع من صلاه التراويح مثلا ياكل مثلا اي حبه فاكهه مثلا موز زي كذا ويروح يقدر يسوي رياضه. حلو، انا اشوف صراحه موضوع الرياضه في رمضان مهم، بس حلو الواحد كمان ينتقل الوقت الصح، يعني في النهايه مش حلو الواحد برضه يجهد نفسه. أيوه. يعني افطر ساعتين روح النادي. ايوه لانه قبل كده حيبدا يحس بتلبك معوي حرقان، وخاصه الناس أيوه. كمان المداومين كمان في النهار فيكون أيوه. شوي صعب عليهم. طيب نروح على الاتصال اللي بعده من ابو نايف. مساء الخير يا ابو نايف. مساء النور. يا هلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا ربي. هلا. عندي سؤالين الله يخليك. تفضل. ممكن السؤال الاول بالنسبه للناس اللي يعانون مرض السكري او شيء زي كذا، تغذيتهم كيف راح تكون في رمضان؟ يعني الافضل بالنسبه للتغذيه، لانه تعرف قبل المغرب يمكن يكون يعني كميه الشجر في الجسم يعني تكون مره يعني قليله. السؤال الثاني بالنسبه للناس اللي تطلع تشتغل يعني في رمضان، تعرف يعني حيكون النهار طويل وحيكون فيه فقدان للسوائل من الجسم كثير. صحيح. كيف راح يقدر يعوض هذا الشيء؟ جميل، شكرا لك يا ابو نواف. صح نايف. تحياتي لك يا ابو نايف، شكرا لك. اول حاجه السكري، اول شيء السكري والتغذيه. طبعا اول حاجه مريض السكري قبل المغرب يعني حاول يبتعد عن اي مجهود، لانه اصلا زي ما قال انه بيكون مستوى السكر جدا قليل في الدم، فيحاول يبتعد عن اي مجهود قبل المغرب. بعد المغرب يبدا يقسم وجباته. طبعا لازم ياكل زي ما قلنا كل 3 ساعات، طبعا يحسبها من وقت الإفطار لين وقت السحور كل 3 ساعات، بالإضافة لوجبتين الرئيسية اللي هي الفطور والسحور، يكون في وجبات خفيفة زي ما تقريبا بتكون الساعة 10 والساعة 1، هذه الوجبتين بتكون. حلو. والسحور تقريبا على 3 والفطور 7. قال بالنسبة إنه هو بيشتغل والسوائل، طب هو بيعوض السوائل هذه خلال وقت الفطور، يعني هو قلنا ما يشرب أقل من لتر ونص في اليوم، يعني تقريبا 10 كاسات موية. ممتاز، حلو جميل. تحياتي لكل اتصلوا أكيد وشاركوا. قبل أن أطلع فاصل أذكركم مستمعينا من جديد بسؤال حلقة اليوم، أبغى الكل يتحمس ويجاوب معنا. سؤال مرة سهل، السؤال يقول أعطونا مثال على الكربوهيدرات أو النشويات في غذائكم، مثال واحد. أرسلوا الإجابة واسمكم ومنطقتكم، إجابة اسمك ومنطقتك على STC 85 10 40 موبايلي 66 3 0 1 وزين 70 13 13. 5 جوائز مقدمة من قسم التغذية في مجمع عيادات عيادتي، لا تفوت الفرصة. فاصل وراجعين. طبابة ألف مع سامي بيروتي، العيادة المسموعة. أذكركم من جديد مستمعينا بطرق التواصل معنا، لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على الدكتورة داليا سمان أخصائية التغذية العلاجية في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. أرقامنا 012 61 61 100 012 12 17
85 85. وأذكركم أكيد من جديد برقم التواصل مع مجمع عيادات عيادتي 920-22-8-11. قبل نروح على السؤال اللي بعده، حابة بس أروح على SMS على السريع أشوف الإجابات على سؤال الحلقة. طبعا سؤال الحلقة أذكركم فيه اللي هو أعطونا مثال على الكربوهيدرات أو النشويات في غذائكم. فجاءت صراحة أجوبة كثيرة صح، منها أحييه صراحة محمود حاج إبراهيم من جدة، البطاطا المسلوقة والمهروسة مع قليل من الملح والزيت الزيتون وسلطة. هذه سلطة بس صراحة يعني إجابة نوعا ما صحيحة، بس يا ريت ترسلها يعني بتحددها أكثر عشان تدخل في السحب معانا. وطبعا هذا هو سؤالنا، وعطتكم شوية تلميح الحين على الإجابة من إجابة محمود. فأرقامنا STC 85 10 40، موبايلي 66 3 0 1، وزين 70 13 13. طيب ليش دائما نعتبر أو المفروض أنه إحنا نعتبر رمضان فرصة لأنه ننزل وزننا؟ إيش يميز رمضان عن الشهور الغير؟ لأنه الصباح طبعا تقريبا بنقعد صايمين 12 ساعة أو أكثر، 13 ساعة تقريبا بنكون صايمين، فهذه فرصة مناسبة أن إحنا نحدد الكميات وقت الفطور، والباقي طبعا بيكون صيام، بحيث أننا زي ما قلت ناكل لأربع لخمسة وجبات حلو حمية مناسبة تكون قليلة الدهون، نستخدم فيها الدهون الصحية زيت زيتون زيت كانولا، ناكل بروتين كفاية طبعا بيكون يكفي على حسب وزن الجسم، محدودية الكمية من الكربوهيدرات اللي هي طبعا هي سؤال الحلقة صح، كنت هقول كنت هتقولي الإجابة. أنا تقريبا قلتها قبل شوي. طبعا محدودية الكمية من النشويات حلو، طبعا بتكون نحدد الكمية نص الصحن مثلا، نحدد كمية السمبوسة 4 حبات 3 حبات، ناكل كمية سلطة كويسة. السمبوسة الفرن، السمبوسة الفرن صح. أي لازم تحط خطين على هذه الكلمة، السمبوسة الفرن، لأنه بتكتر جدا المقلية بأشكال وأنواع، اللي بتكون عجين واللي بتكون اللي هي الشرايح فعلا، وزي ما قلنا الخضار والسناكات اللي تكون بعد صلاة التراويح والساعة 12 والسحور. حلو ممتاز. طيب نروح للاتصالات من جديد، معنا أبو زيدان. مساء الخير يا أبو زيدان. طيب أبو زيدان رجع كلمنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-71-85-85. معنا محمد. ألو مساء الخير يا محمد. أيوه مساء الخير. يا هلا وسهلا تفضل. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال، كل عام وانتم بخير. عندي سؤال بسيط للدكتورة. أنا الآن تقريبا عمري 34 سنة، تقريبا اللي أفتكره من حياتي اللي هي 20 سنة الأخيرة أنا ما قدرت أتعدى وزن 60 كيلو ولا أنقص عن 55، مع أنه أنا طويل يعني، معناته أنه أنا نحيف. كم طول؟ وزني طولي 178 أو 179، وزني يوصل 60 59. حاولت بشتى الطرق أني أنا أزيد وزني، دخلت نادي، ما عرفت إيش المشكلة، إيش الوضع، كيف أنا أعالج المشكلة، ما أعرف. طيب هذه تكون مشكلة، يعني هو جسم، هي أول شيء مشكلة جينات، جيناتك أنت كده عندك معدل الحرقة ومعدل الأيض عندك عالي، إذا ما عندك مشكلة في الغدة الدرقية، لأنه نشاط أو فرط الغدة الدرقية برضو بيسوي نفس المشكلة. زيادة الوزن بتكون زيادة صحية، يعني الشخص يزيد من وزنه عضلات أحسن مما أنه يفضل يأكل ويزيد من وزنه دهون. حلو. لأنه هي الدهون اللي هي المشكلة عندنا، فأنت لا تأخذ وزنك كرقم، أنت لازم تعرف كم العضل في جسمك، كم الدهون وكم السوائل اللي في جسمك. تمام، دائما احنا ما نقول وزن مثالي، الشكل المثالي. أيوة الشكل المثالي فعلا. حلو، تحياتي لك أكيد أخوي. ومن جديد مستمعين أذكركم برقام التواصل معانا على 012-61-61-100 012-61-85-85. عندنا سؤال على الاسم اس، تحمس أحمد. طيب في عندنا سؤال على الاسم اس، يقول هل مسموح لمريض السكري تناول الشوفان؟ أيوة أكيد الشوفان يعتبر من النشويات، طبعا بتكون اللي هي طبعا الشوفان كامل الحبة، يقدر يأكله مثلا في شوربة إذا كان يحب يأكله، يسوي جرانولا في الفرن بتحميصه. حلو. ويأكله مثلا كوجبة خفيفة يقدر يأكله، بس طبعا مريض السكر دائما وجبات تكون محددة من النشويات مع الأنسولين. ممتاز حلو. نروح لاتصالات من جديد. ألو مساء الخير.
السلام. وعليكم السلام. يا ريت تسمعني من السماعة وترخي صوت الراديو. مين معي ومن وين؟ أحمد من جدة. يا هلا فيك يا أحمد، تفضل. الله يعطيك العافية، بس أبغى أستفسر. أنا طولي 168 ووزني تقريبا 77. أنا المشكلة يعني وزني في تزايد، يعني خلال شهر شهرين يزيد 5-6 كيلو، مع أنه ما أكل كثير، بس لكن يعني الفترة الماضية عانيت أنا صراحة بمرة. المشكلة أنه جسمي كله تماما، هي المنطقة القرشة هي هذه اللي سببت لي عقدة بأمانة. يعني الحين كرهت حياتي، كرهت الملابس، الجنزات، التيشيرتات، هذه ما ألبسها أبدا، وكل شهر كل أسبوعين أفصل ثوب من كثر ما أمتن. هل في طريقة معي؟ والشيء الثاني معلش لي سؤال ممكن تستغربي منه، اللي هو النشويات هذه، الكربوهيدرات. يعني في ناس ما تعرف إيش هي الكربوهيدرات والنشويات، فإذا تدون نبدأ مختصر عنها أقول لكم. مشاكل. حاضر حاضر، شكرا لك، يعطيك العافية. طيب بالنسبة لأول شق من السؤال، كان على أنه بيزيد وزنه بشكل مبالغ فيه شهرياً، يعني بمقدار 5-6 كيلو أتوقع. فهل ممكن أحيانا الواحد يعمل مشاكل صحية ممكن تؤدي مثلاً لزيادة الوزن بطريقة؟ والشيء تقريباً احتباس سوائل غالباً بيكون يزيد الوزن، بس إذا ما كان عنده مشاكل صحية غالباً بيكون بسبب طريقة الأكل اللي هو يأكله. الفكرة مو في عدد الوجبات اللي انت بتاكل، يعني انت مثلا بتاكل واحدة وجبة في اليوم وبتلاحظ انه وزنك بيزيد، تقول طب انا ما باكل. هي الفكرة مو في عدد الوجبات، هي الفكرة في نوع الاكل اللي انت بتاكله. يعني اذا انت اكلت وجبات صغيرة بالاضافة للوجبات الرئيسية وزنك ما حيزيد، لكن انت مثلا تاكل وجبتين رئيسيتين او واحدة وجبة رئيسية وبتاكل فيها الأخضر واليابس وتقول وزني بيزيد، هو أكيد وزنك هيزيد، لأنه الفكرة زي ما قلنا إنه جسمك لازم طول اليوم تعطيه وجبات بسيطة علشان يستمر في الحرق. وجبة واحدة في اليوم جسمك ما حيفهم إنه هذا رجيم أو دايت، يدخل يعني يدخل بطريقة إنه هو خلاص أي حاجة تاكلها بيسويها، بيخزنها على هيئة دهون. حلو جميل. عشان كده الناس وزنها بيزيد. تمام. طيب تحياتنا طبعا لكل اللي تواصلوا معنا، وحاب أذكركم قبل أن نطلع فاصل أخير من حلقة طبابة ألف اليوم بسؤال الحلقة. السؤال اللي رح يجاوب عليه رح يدخل في السحب على 5 جوائز مقدمة من قسم التغذية، تحديدا في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة. إيش السؤال؟ أعطونا مثال على الكربوهيدرات أو اللي هي النشويات، مثال واحد من مختلف أغذيتكم يعني اللي بتاكلوها كل يوم، ممكن يكون في نوع واحد من الكربوهيدرات ممكن تسموه، وترسلوا الإجابة زائد اسمك ومنطقتك على STC851040، موبايلي 6603-01، وزين 70-13-13، وإن شاء الله أكيد يحالفكم الحظ. فاصل أخير وراجعين. طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموعة. مرحبا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، مكملين في تواصلنا معكم. أكيد لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على الدكتورة داليا سمان أخصائية التغذية العلاجية في مجمع عيادات عيادتي في مدينة جدة، تواصلوا معنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-17-85-85. ورح أذكركم كمان من جديد بأرقام التواصل مع مجمع عيادات عيادتي على 920-22-8-11. وسؤال الحلقة لليوم، أعطونا مثال على الكربوهيدرات أو النشويات، أي مثال طبعا تعرفوا على الكربوهيدرات أو النشويات، على أرقام الاسمس STC851040، موبايلي 6603-01، وزين 70-13-13. أهم شيء تكتب المثال أو تكتب الإجابة وتكتب اسمك ومنطقتك، هذه أهم شيء. يلا نروح الاتصالات من جديد. معنا اتصال من مين؟ طب ألو، مساء الخير، نتعرف عليك. أبو زيدان. مرحبا. يا هلا وسهلا. اسمه سؤالي دكتورة. تفضل. التكميمات، الشخص سوى التكميم تنصحنا بأي نوع من الفيتامينات؟ يعني نوع محدد من الفيتامينات؟ نعم. ما في نوع محدد من الفيتامينات، هذا يعني على حسب النقص اللي عندك يشوفه ويراجع معك الدكتور. بس فيتامينات كفيتامينات يفضل انك تاخذها من الاكل، يعني اذا مر على التكميم فتره
بدأت تأكل يفضل أنه تأخذها من الأكل لأنه مهما كانت يعني كويس الفيتامينات ما هي زي الأكل، مو زي الطبيعية، مو زي الطبيعية. حلو ممتاز. ودائما يفضل أنه مرضى التكميم يعني يراجع مع أخصائي التغذية. أكيد. في اتصالات، مرة نروح الاتصالات نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو يا ألو. ألو يا هلا وسهلا، مين معايا من وين؟ مساء الخير، معك هداف العوادي من مكة. تفضل. الله يزيد فضلك. ما أدري أنا مثال من كيسي ولا مثال يعني. لا أنا أصلا ما قلت مثال، أنا قلت تحياتي لك. تحياتي لك يا أخوي أبو زيدان. مثال لا مو من كيسك، هو يعني أكيد يعني النشويات والكربوهيدرات اللي احنا بناكلها يوميا في غذائنا واحد يقدر يعطي عليها مثال يعني احدى وجباتنا اكيد. فهذا كان سؤالنا، سؤال الحلقه اليوم، واللي راح تكون اجابته زي ما قلنا لكم على رقم الاس ام اس على اس تي سي 851040، موبايلي 663-1 وزين 70-13-13. طيب حلو. بالنسبة لنزول الوزن، بما أنه هذا موضوع حلقتنا اليوم وفي رمضان كما هو شهر يعني يعتبر أن شهر كمان نقدر نحقق فيه هذا الهدف، في هنا سؤال من الاس ام اس العكس، كيف أزيد وزني في رمضان بطريقة صحية؟ هنا واضح أنه في نقصان الوزن بطريقة كبيرة، فكيف ممكن الشخص يزيد وزنه لكن بطريقة صح؟ يزيد وزنه بطريقة صح أنه أول حاجة لازم يعرف كمية الفات اللي في جسمه، اللي هي بالأجهزة اللي هي تقريبا اسمها إمبادي ماشين. حلو. بيعرف كم فات، كم سوائل، كم، وطبعا بيعرف النقص فين وبيزيده. غالبا في الناس اللي بتكون عندها نحافة شديدة بيكون يعني نسبة الفات في جسمها يعني حتى ما بتتعدى 6 كيلو يعني، فبكده إنه لازم يأكل الدهون الصحية. حلو. وكمان يزيد عدد وجباته، ولازم يزيد عنده شوية العضل لأنه الزيادة من الدهون بس كده دهون ما منها فايدة، بالعكس بتكون مضرة أكثر. حلو. ولازم كمان يروح النادي علشان يزيد العضل. أيوة أكيد، يعني موضوع الرياضة والتغذية هما شيئين مكملوا بعض. طيب سؤال أخير على الأس أم أس يقول أنا شهيتي للأكل معدومة، ما بأكل يعني أحيانا مرات يوم كامل ما أكل حتى أبدا، حتى لو حسيت بجوع يكون مالي نفس، فهل في أشياء معينة تخلي الواحد ينفتح نفسه على الأكل؟ يعني أساليب معينة، يعني ممكن هل أساليب معينة هي أساليب يبتدي أكله بشيء معين يعني أنه هو يخلي أكله فيه أكله. له ألوان كتير. حلو جميل. يعني غالبا الناس بتحب تأكل السلطة الملونة، بيحب يأكل يعني يكون الدجاج عنده مثلا أو اللحم أو السمك مطبوخ بطريقة معينة. حلو. كده يقدر يأكل، لكن مشكلة الشهية هذه ممكن تكون مشكلة طبية فيرجع لدكتور فيها. بس مثلاً إذا كان هو ما عنده مشكلة صحية ويبغى يفتح نفسه للأكل، إنه هو يخلي أكله يعني محبب للعين لأنه العين تأكل قبل. طبعاً فعلاً جميل جداً. إن شاء الله يا رب طبعاً كلنا يعني يكون صحتنا مية مية إن شاء الله في رمضان. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة دالي يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكراً لك ومستمعينا، شكراً لكم على طيب الاستماع. أذكركم مرة أخيرة بسؤال الحلقة لليوم وحابين تشاركوا فيه. سؤال الحلقة يقول أعطونا مثال مثال واضح وصريح على الكربوهيدرات أو النشويات في أكلكم. إجابتكم راح تكون على الأس أم أس، اسمك وإجابتك ومنطقتك على إس تي سي 851040، موبايلي 663-1 وزين 70-13-13. تقدروا أكيد كمان تزوروا الدكتورة داليا في مجمع عيادات عيادتي أو تتواصلوا معاهم على 920-22-811. كل اللي شاركوا معانا شكرا لكم. حلقتنا تقدروا ترجعوا تسمعوها من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF FM. الآن تكلمنا عن التغذية في رمضان، اسمعوني بعد موجز الأخبار في برنامج خليك وحش مع كابتن عبد المنعم الترك في الرياضة الخاصة برمضان. كنت معكم أنا سامي البيروتي، في أمان الله.